الحمد لله رب العالمين. أنا اليوم كان عندي عملية بركبتي اليسار، كان صورة الرنين المغناطيسي كان مبين فيها أنه أنا عندي تمزق بالغضروف الهلالي، وراجعت الدكتور أسعد وبعد النصيحة كان لازم أن أنا أعمل العملية. أنا أول مرة في حياتي بعمل عملية، لكن الحمد لله رب العالمين الكادر كان ممتاز. اللي الأكثر شيء أنا كنت مصر عليه وكان الدكتور مصر عليه إنه أنا بدي أشوف إيش اللي عم بيشتغله الدكتور، فكان التخدير نصفي، وأنا كنت متابع تماماً في البداية، حتى كنت خايف، كان في جزء من الخوف، لكن كنت في تواصل تام مع الدكتور أسعد وأسأل ويرد علي، وحتى مرات أسئلتي زادت بس كان دائما هو يرد علي، فالله يجزيكم الخير. بعد ما احنا دخلنا بالمنظار لقينا انه في خلقة من رب العالمين، انا عندي الغضروف الهلالي، مش هلالي، اجا غضروف قرصي، والنتيجة ما كان يأثر علي على حركتي أو أي ألم، لكن التمزق كان في هذا الجزء، والدكتور كان قراره سريع أنه لازم نعمل إعادة تشكيل للغضروف، بدل ما يكون هو قرصي يصير هو هلالي. وبفضل الله خلال تقريباً 45 دقيقة كانت من بداية العملية إلى نهايتها، والحمد لله رب العالمين. كانت تجربة جديدة لي، لكن بفضل الله ما كانت، مفروض إنها ما تكون مخيفة، وبسم الله ما شاء الله، الله يفتح عليه الدكتور أسعد ويؤتيه من علمه، وربنا يوفقه كمان وكمان.